كتاب الأذان، باب الأذان مثنى مثنى. الله تعالى: حدثنا سليمان، هو سليمان بن حرب الواشحي البصري القاضي من الثقات الأثبات، قال النسائي ثقة مأمون، قال بعضهم الإمام الثقة الحافظ شيخ الإسلام، فحدثنا حماد بن زيد من أساطين المحدثين من الثقات الأثبات فعلاه الجماعة، قال عن سماك بن عطية، سماك بن عطية البصري، قال ابن معين ثقة، قال النسائي ثقة، قال عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقات الأثبات رواه الجماعة، قد قال عنه شعبة كان سيد الفقهاء، أبي قلابة وأبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو وقال ابن عامر، أبو قلابة الجرمي الأزدي البصري، قال أبو حاتم الرازي ثقة ولا يعرف له تدليس، العيش قال ثقة، عمامة بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال: أمر وأنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: أمر بلال أن يشبع الأذان وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة، يعني الإقامة يشفعها أيضا، قال: أمر بلال رضي الله عنه أرضاه أن يشبع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ومحمد بن سلام ابن الفرج السلمي مولاه، قال أبو حاتم الرازي ثقة صدوق، قال الخطيب كان ثقة ثبتا، قال: أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الصلت، ثقة وثقة جمعين وغيره، وإن كان أبو حاتم قال مجهول فاختلط قبل موته، الصحيح الراجح أنه حافظ وهو من الأشراف، لكنه اختلط بآخره، ورواية البخاري له قبل الاختلاط. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، عن خالد الحذاء، خالد هو ابن مهران الحذاء أبو منهال من الثقات، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي مر علينا، عن أنس رضي الله عنه أرضاه قال: لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قول المصنف: باب الأذان مثنى مثنى، مثنى مثنى يعني اثنين اثنين، مرتين مرتين، قد استقى هذا التبويب من نص حديث
ليس على شرطه. هو الحديث رواه أبو داود الطالسي في مسنده عن عبد عن الأذان قال مسنا 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 يعني مرتين مرتين. وفي الحديث أن أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلى الإقامة. هذا حديث إسناده كلهم بصريون، وهذه من لطائف الإسناد، إسناده كلهم بصريون. ورواية سماك بن عطية عن أيوب السختياني هما أقران، وهذه إن دلت دلت على النبل، إن دلت دلت على النبل العالم. ولذلك ابن عيينة قال إن فتشت عن نبل العالم أن يأخذ ممن هو فوقه ممن هو دونه وممن هو قرين له، هذا نبل العالم. سماك بن عطية وبصري ثقة، نعم، يروى عن أيوب من أقرانه. قال أنس أمر بلال، من الذي أمر؟ الذي يأمر وينهى ويسمع له ويطاع فقط هو النبي صلى الله عليه وسلم. بوجود النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون الأمر من غيره، وهذا الأمر الذي هو سبيل إلى النفاذ أمر لابد لهم من السمع والطاعة، وأمر النبي. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. فقال أمر بلال أن يشفع الأذان، أن يجعله شفعا. والأذان طبعا أن يجعله شفعا في مسألة التثنية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويبقى هنا حتى تأويل وتوجيه الحديث الثاني بأنه لما كبر كبر مرتين، وهنا أن يشفع الأذان معناها أن التكبير مرتين كالواحدة، ثم تكبير مرتين تكون واحدة أخرى، هذا معنى أن يشفع الأذان. يعني التكبيرتين كانتا بمثابة واحدة. فأمر أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. عندنا في الأذان أمر التشفيع أن يشفع الأذان، والتربيع والترجيع. التربيع في التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذه كما قلنا لا تخالف أن يقول يوتر الإقامة إلا الإقامة. يعني الإيثار هنا بأن التكبيرتين نزلتا منزلة التكبيرة الواحدة الأولى واحدة. هذا التربيع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأيضا لا السر هذا الترجيع. والترجيع لأنه في خلاف فقه بين هذه وسائل، والترجيع هو أن يقرأ التشهد أن ينطق بالشهادتين بصوت منخفض ثم يعلو بها صوته، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعلو بها صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعلو بها صوته. هذا الترجيع. وهنا أمر بشفع الأذان يفسره أنه قال في الرواية الأولى مثنى مثنى. مالك ترك التربيع، والتربيع عند الحنابلة والشافعية، والترجيع أيضا خلافا للأحناف، والترجيع عند الشافعية خلافا للأحناف. قال أمر أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. يوتر الإقامة في الإقامة يقول الله أكبر الله أكبر، أو تكبيرتين بمنزلة تكبيرة واحدة. الأذان أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلى الإقامة. وفيها أيضا التربيع على التكبير، وفيها الترجيع
على الشهادتين. يقول الصلاة خير من النوم إذا كان الأذان الأول. الأذان الصادق الصلاة خير من النوم عند الأذان الصادق. نعم يقولها. وبلال يؤذن بليل تاما. نشرت خيرا علينا. مش عايز اشدك يا شباب. اخذك لا تنجي خيرك علينا. نعم. اذا التنبيه في هذا الباب التشفيع في الاذان والتربيع والترجيع دون الاقامه. هناك تنبيه ان ابن مندى في قال في قوله الا الاقامه وأمر أن يوتر الإقامة إلا الإقامة. قال من قول أيوب. قال هي من قول أيوب غير مسند. يعني ليس من قول أنس. أشار إلى رواية إلى أن في رواية سماك بن عطية هذا إدراجا. والأصل أن الحديث كله يكون من قول النبي أو من قول صاحب الذي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والأصل عدم الإدراج إلا أن يدل الدليل على الإدراج. إلى نأتي الدليل على الإدراج. وهي الحق أنها من الحديث. فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب السختياني بسندي متصلا قال مفسرا وكان بلال يسن الآذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة. ففيها دلالة واضحة جدا أنها من الحديث. وأخرجه أيضا أبو عوانة في صحيحه. وفي رواية عند الإسماعيلي قد قامت الصلاة مرتين. يقول قد قامت الصلاة مرتين لأن هذا الأصل أنه من الحديث. فمن السنة تشفيع الأذان أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلى الإقامة. فيقول في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. نعم. وبيان معنى التربيع والترجيع. الفوائد المستنبطة. تفضيل الله لهذه الأمة بالأذان والصلاة. تفضيل الله لهذه الأمة على الأمم السابقة بالأذان والصلاة. حرمة مشابهة الكفار. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.